رسائل يعقوب وبطرس الأولى والثانية. الرسائل الثلاث التالية في العهد الجديد من الكتاب المقدس لدى النصارى موجهة من يعقوب إلى الاثني عشر سبطة، ثم من بطرس إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وأسية وبيثينية، وإلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا. والمرء يشفق على من يهدر وقته ويبدد طاقته في الجدل والمناظرة مع القسس والمنصرين ليكشف الأخطاء والتناقضات التي حفلت بها أسفارهم ليثبت لهم أنها من عند غير الله، بينما تعلن هذه الأسفار ذاتها أنها أقوال بشر لم يخطر ببالهم حين كتبوها أن تأتي مجامعهم المقدسة لتنسبها إلى الله عز وجل ووحيه الأمين. رسالة يعقوب الفصل الأول. من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى الأسباط الاثني عشر الذين في الشتات، السلام. رسالة بطرس الرسول الأولى الفصل الأول. من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المغتربين في بونتوس وغلاطية وكبادوكية وآسية وبيسينية، المختارين بمقتضى سابق علم الله الآب بتقديس الروح لطاعة يسوع المسيح ورش دمه، لتكثر لكم النعمة والسلام. رسالة بطرس الرسول الثانية الفصل الأول. من سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا كإيماننا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. رسائل يوحنا الثلاثة. وهذه رسائل يوحنا الرسول، من الذي أرسله؟ الأولى إلى العامة، والثانية إلى كيرية المختارة وإلى أولادها، والثالثة إلى غايوس الحبيب. ولا ينقطع عجبي من كثير من علمائنا ودعاتنا وخطبائنا الذين ما زالوا يشيرون إلى كتب اليهود والنصارى الحالية على أنها التوراة والإنجيل ببعض التحريف والتبديل، بدلا من حقيقة كونها مؤلفات بشرية يعلن مؤلفوها البشر عن ذلك في صدرها أو من خلال سياقها. ألم يقرأوا قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. رسالة يوحنا الرسول الأولى. رسالة يوحنا الرسول الأولى الفصل الأول. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي تأملناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة قد ظهرت ورأيناها ونشهد لها ونبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وظهرت لنا. إن الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به، لتكون لكم أنتم أيضا شركة معنا. رسالة يوحنا الرسول الثانية. رسالة يوحنا الرسول الثانية. من الشيخ إلى السيدة المصطفات وإلى أبنائها الذين أحبهم أنا في الحق، لا أنا فقط
بل جميع الذين عرفوا الحق أيضا. رسالة يوحنا الرسول الثالثة. رسالة يوحنا الرسول الثالثة من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه في الحق. أيها الحبيب، إنني أتمنى أن تكون موفقا في كل شيء ومعافا كما أن نفسك موفقة. رسالة يهوذا، وهذا صدر رسالة يهوذا، آخر رسالة في مجموعة الرسائل الشخصية التي يضمها العهد الجديد للنصارى، وتساق على أنها وحي من الله يقدس ويتعبد به. والمدهش أن العهد الجديد الذي يضم في مجمله 27 سفرا، منها 22 رسالة وأربعة سير البشارات جوسبلز للمسيح، المسمى في الترجمة العربية فقط بالأناجيل الأربعة، إلى جانب رؤيا منامية ليوحنا. أين كلام الله من هذا كله؟ رسالة يهوذا من يهوذا عبد يسوع المسيح وأخي يعقوب إلى المدعوين المحبوبين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، لما كنت أبذل كل جهد لأكتب إليكم بشأن خلاصنا المشترك. رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهذا آخر أسفار العهد الجديد للنصارى وكتابه المقدس، عبارة عن رؤيا منامية ليوحنا اللاهوتي ينشرها كرسالة يؤله فيها حسب رؤياه عيسى بن مريم رسول الله. فتتخذ الكنائس ما رآه في المنام أساسا لما صارت إليه عقيدتهم بعد 3 قرون من رحيل المسيح، وينسب باطلا مع ما سبق عرضه من أسفار 65 سفرا قبله إلى الله تعالى. رؤيا يوحنا الفصل الأول. أنا يوحنا أخاكم وشريككم في الضيق وفي الملكوت والصبر في المسيح يسوع. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع المسيح، وكنت في الروح في يوم الرب، فسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: اكتب ما تراه في سفر وابعث به إلى الكنائس السبع، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى سياتيرا وإلى سارديس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكيا. خاتمة. هذه أقوال البشر طوفنا بها وتصفحناها عبر هذه الصفحة، ورأينا كيف أن كل منها يعلن في نصه وسياقه أنه قول فلان أو فلان، وأنها لا يصلح ولا يعقل أن يكون كلام الله تعالى. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة لدى القارئ المسلم: أين التوراة والإنجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهما أفضل السلام وأتم التسليم؟ قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.